ونعود عبر الزوم إلى الكاتب هاتفيا. طيب، نتحدث هاتفيا مع الكاتب الصحفي أحمد الأغا من رفح. أحمد، أهلا بك معنا في مصر جديدة. تطورات، كنت تحدثنا عن تطورات الحرب في غزة، وكيف هو المشهد الآن، إيه هو الواقع على الأرض الآن في غزة؟ نعم، مساء الخير لك لجميع السادة المستمعين والمشاهدين. المشهد كما هو لربما لا يوصف، إنه مشهد كارثي، مشهد الدمار الكبير والهائل. لنبدأ من حيث ما أعلنته وزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات الوفيات بسبب نقص التغذية والجوع إلى 20 حالة وفاة قبل قليل من غزة ومن شمال غزة جراء نقص الطعام، نقص الإمدادات الغذائية والدوائية، عدم وجود تغذية سليمة، نقص في المعدات الطبية ونقص في الأكسجين. لربما أمس كان هناك طفل رضيع عمره فقط ساعتان، بعد ساعتان توفي بسبب نقص الأكسجين وعدم وجود أكسجين في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهية، أقصى محافظات شمال قطاع غزة. الوضع على الأرض لا يوصف، الوضع كارثي. باختصار، الاستهدافات متكررة بالمنازل المكتظة بالنازحين، المدفعيات عبر قذائفها المتمركزة في كافة محاور التوغل في جميع محافظات قطاع غزة. يعني صباح هذا اليوم كان هناك استهداف بالقذائف المدفعية على الخط الشرقي لمحافظة رفح، أدى ذلك إلى العديد من الإصابات، تم نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار. يعني قبل قليل أيضا تم استهداف منزل بمخيم النصيرات، أدى ذلك إلى العديد من الشهداء والعديد من الإصابات، تم وصولهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، علما بأن المنزل هو مكتظ بالنازحين والمواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى خان يونس التي لا زالت تشهد قصفا واستهدافا عنيفا ونصف أحياء سكنية بالكامل. تتكون هذه الأحياء من مجموعة منازل يتم نسفها، أصبحت محافظة خان يونس غير صالحة للسكن، غير صالحة للجلوس فيها، بعدما كانت محافظة كبيرة تعتبر ثاني أكبر محافظات قطاع غزة. أعداد الشهداء بالزياد يعني صباح هذا اليوم وأمس وأول من أمس جراء انسحاب قوات الاحتلال وآليات الاحتلال من بعض محاور التوغل في محافظة خان يونس، وتركيز توغلها لمدينة حمد ومنطقة القرارة إلى الشمال الشرقي من محافظة خان يونس. تكشف وتبين حجم الدمار الهائل الذي لحق بمحافظة خان يونس، تحديدا مركز المدينة وسط البلد، انتشال العديد من جثث الشهداء التي كانت متحللة وكان لها أكثر من شهرين وثلاثة أشهر، العديد من الشهداء ما يزيد عن 100 شهيد خلال الأيام الثلاث الماضية بعد انسحاب قوات الاحتلال من بعض مناطق التوغل. هو الحال كارثي، الحال لا يوصف، ومهما استخدمنا من معاني من مصطلحات لا يمكن أن نصف بما يجري على الأرض بما نسبته 1% في هذه الأيام، وهذه الأيام العصيبة جدا بما يمر بها شعبنا الفلسطيني جراء هذه حرب الإبادة، حرب التجويع، حرب الاستهدافات، حرب كل شيء يكون على الأرض. طيب، هل ما زالت تهديدات اجتياح رفح بريا قائمة؟ هل في عندكم على الأرض، عندكم يعني مؤشرات، عندكم دلالات أنه ممكن ده يحصل؟ التهديدات لا زالت مستمرة من قادة الاحتلال بخصوص اقتحام رفح والتوغل برفح، وكما يقولون بأن رفح هي آخر معاقل حركة حماس ويجب دخولها والقضاء على حركة حماس بداخلها. الاستهدافات والتحذيرات لا تتوقف بمحافظة رفح، يوميا يكون هناك استهداف لمنازل آمنة، لأراضي فارغة، لسيارات، لمجموعة من المواطنين. هي دي خطة نتنياهو، أنه يتم استنساخ ما يحدث في الضفة الغربية، أو يتم استنساخ حالة الضفة الغربية. بكل تأكيد هذا ما يجري، حالة من التخويف، من الوعيد، من الرعب الذي تمتاب حالة المواطنين جراء هذه التهديدات وجراء تلك الاستهدافات القوية والعنيفة.
في الفترة الأخيرة لمحافظة رفح والتي يقال بأنها آمنة هي فعلا ليست آمنة. السماء ملبدة بالطائرات الحربية، بالطائرات الاستخباراتية، بطائرات الاستطلاع الصغيرة والمحملة بالصواريخ والرشاشات، طائرات الكواد كابتر، كل هذا موجود بمحافظة رفح. السفن الحربية عبر الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط أيضا متواجدة هناك، تطلق النيران ما بين الفينة والأخرى على غرار المدفعيات المتواجدة على الخط الشرقي للحدود، أيضا متواجدة هناك وتطلق نيران رشاشاتها وقذائفها كما حدث اليوم بإطلاق مدفعيتها بمحيط مدرسة الشوكة إلى الشرق من محافظة رفح. نعم. كل هذا وأكثر يأتي ضمن هذه الحرب، حرب الإبادة، حرب التجويع، حرب التشريد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. طيب أشكرك شكرا جزيلا من رفح، كنت معنا الكاتب الصحفي أحمد الأغا.